هذا الحمد لله وتنشكروا بعدا ملينا تنصليو التراويح ثلاث سنين وحنا ما صلينا من نهار جات كورونا والحمد لله وشكر الله تنتمناو هذا الشيء ما عمرو يتعاود عاوتاني بحال ما داز رمضان في هذيك ثلاث سنين كامله يلاه دابا هذا جا رمضان بحال رمضان تكوانسا من 2018 دابا باقي كل باقي ولكن من بعد تتولي الخشوع تتولي العباده تتولي ما تيجيبو تبارك الله مقرئين زينين بحال وديع شاكر تتخشى سبحان الله لازم معاهم راه بطبيعة الحال غادي نفرحو كمسلمين راه منين متى ما صلينا راه ثلاث سنين ما صلينا التراويح تتصليها في الدار بواليديك وداكشي وشكرا صلينا اليوم بعدا وتغدا ان شاء الله غادي نفرحو عاوتاني بحال اليوم شعور زوين بزاف ان ثلاث سنين ما صليناش وسميتو كنا كنصليو في جورنا وكنا خايفين بزاف د الحوايج فاش تحلو الجوامع ودابا كنشوفو الناس غاديين تيصليو المهم واحد زوين اجواء زوينه بزاف تنحسو زعما بالفرحه ان البلاد جا واحد الفراج وكنشكرو جلاله الملك على زعما هاد الخبر اللي علينا باش نصليو كان الشعور الخايب زعما ان كنا كنصليو كل عام كنا متعودين نصليو وزعما واحد العام جاتنا فاجعه ان ما صليناش التراويح جات في شكل غريبه صافي وتقبلناها واخا كتقبلناها العام الاول تقبلناها شويه العام الثاني كذلك ولكن عاوتاني فاش زادونا العام الثالث لا بزاف والحمد لله فاش عاودوا صافي دابا كنا هذا العام كنا كنقولوا واش غادي نصلي ولا ما غنصليوش لكن فاش قالوا لنا غادي نصليو فرحنا بزاف شحال من حاجه وجدنا وشحال من حاجه فكرنا داكشي وين داكشي زوين شعور لا يوصف لا يوصف ما يمكنش ما نقدرش نوصفه لك الفرحه ان اولا الفرحه حيت شنو هي ثلاث سنين وانت مسدود عليك ويحلوا عليك ويقول لك راه غتصلي راه في شكل في شعور زوين بدايه بالنسبه حد هذا القرار احنا جيت سعداء كمغاربه وبالاخص ما بعد حوالي سنتين ونحن كنا نتمنى بان نؤدي هذه الصلاه في خشوع وبالاخص في مسجد اليوم في المسجد الكتبيه الحمد لله صلينا هذه صلاة التراويح وكنحسوا بان الوباء بدا يرتفع نسال الله عز وجل بان يرتفع عنا بصفة نهائية ونسأل الله عز وجل أيضا بأن يحل علينا هذا رمضان بالخير واليمن والبركة صراحة تعودنا احنا كمغاربة كنأدوا الصلاة والتراويح في المسجد ولكن ملي كد حسينا في رمضان سواء ديال 2020 أو 2021 واحد النقص واليوم الحمد لله عودنا الحمد لله هذاك الشيء وكنطلبوا الله عز وجل يدوم النعمة علينا الشعور كان بحال جميع المغاربة الحمد لله شعور الفرحة وكل كلمات جميلة عادي نوصفوا بهذا الحمد هذا الشعور هذا وتنبارك للساكنة مراكش وجميع المغاربة كلهم حول الشهر الكريم الحمد لله الشعور مجوج بين الصبر والتفاؤل التفاؤل ان واحد النهار غادي نرجعوا لهاد الاجواء الروحانيه الحمد لله سبحان الله كان المراد ورجعت الامور رجعت المياه لمجاريها متمنيات بالسلم والامان وكل خير للمغاربه كاملين وهذا الشيء اللي كاين رمضان مبارك سعيد والله يدخل عنا بالصحة والسلامة وكل خير لجميع الأمة الإسلامية يعني كان التراويح بحال بنادم هي صايم وصافي حيت واحد التراويح هما اللي تيعطيو واحد المعنى كبيرة للصيام فين تيرتاح بنادم في الصلاة والمساجد والمسائل ديالو هذا الشيء اللي عطا الله بطبيعة الحال كنا مسلمين وكنا ان شاء الله ناويين نصليو التراويح والقيام القيام الليل ان شاء الله الرحمن الرحيم رمضان تضل صايم في الوقيته ديال التراويح تتحس براسك بان ما درتي والو بحال حيت ما كاينش تراويح ما كاين والو ولكن بعد التراويح تتبان بان بنادم راه تيدي شي حاجه اللي دينيه وشي حاجه اللي في السنه ان الانسان يدوز التراويح ان شاء الله يكون بخير وعلى خير وتحس بان في هذا الشهر فالشهر المبارك تيكون الاجر مضوبل وتيفوز بهذا الاجر وهذا الثواب عند الله سبحانه وتعالى نقول لهم يجتهدوا في هذه المناسبه ورمضان ما غاديش ممكن بنادم يصوم في هذا العام الجاي واش يلقاه ولا ما يلقاه الله اعلم من الاحسن بنادم يغتنم هذه الفرصه ويصوم رمضان ويقوم الليل وقراءه القران ان شاء الله الرحمن الرحيم وكل شيء الله يقبل الجميع اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد
وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.